السلام الله عليكم واهلا بكم من جديد اخوان. اليوم لدينا طرد توصلت به من ايباي، وهذا الطرد كما تشاهدون هو هذا، تقريبا 1 كيلوغرام بالبريد الهولندي ولم تفتحه الجمارك. اذا كما يظهر هنا في الكاميرا، اذا اخواني هذا هو الطرد تشاهدون، هناك اندرويد بوكس بالداخل سنكتشفها مع بعض. سنبدأ على بركة الله بفتح الطرد، طبعا الكوتر كما العادة، ونفتح من هذه الناحية. تشاهدون بأن الطرد مقفل مرة من الجمارك طبعا ولم تفتحه. إذا نبدأ على بركة الله كما تشاهدون. إذا أول بوكسات إخواني كما تشاهدون X96 ميني الصغيرة، إذا هنا تظهر لكم في الكاميرا. ونفتح مع بعض العلبة الثانية، إذا المغلف مغلفة بعناية، هناك فاتورة إنفويس، أيضا بوكس أخرى بنفس الموديل X96 ميني. إذا إخواني بالنسبة للإكس 96 ميني فهي 2 جيجا بايت كميموري رام و16 جيجا بايت كسعة تخزين، البروسيسور S905W، وأيضا فيها عدة مزايا أخرى سنكتشفها مع بعض. إيه رأيكم نفتح واحدة ونكتشف الداخل، ماذا هناك بالداخل؟ إذا سنتحول إلى الكاميرا الثانية. إذا لا الصغيرة X96 ميني هي هذه البوكس إخواني، صغيرة جدا هذه البوكس كما تشاهدون، لاحظوا هنا في الكاميرا الحجم. على فكرة 2 جيجا رام 16 جيجا بايت كسعة تخزين. إذا بالنسبة لباقي المحتويات سأريكم إياها قبل أن نضع لها ريفيو ومراجعة، طبعا ستجدون الرابط أسفل الفيديو إخواني إذا أردتم، لمن يريد الاقتناء. وهي بوكس في المتناول، أنصح بها من كل مبتدئ في مجال الاي بي تي في. إذا لدينا هذا هذه طبعا لتعليقها خلف الشاشة، هي تلفزيون. طبعا لدينا هذا المحول، وهذا هو المستقبل الإشارة الإضافي، لأن البوكس يمكنكم أيضا، لدينا كيبل اتش دي ام اي، وطبعا الريموت الاتية ديال أي بوكس كما هذه البوكسات الأوندر 50 دولار. بالنسبة للبوكس إخواني يمكن أيضا تعليقها خلف التلفزيون بهذه الطريقة. الاكس 96 ميني غنية عن التعريف، هناك الأخت الكبيرة لهذه البوكس اكس 96 الكبيرة، هذه النيو جينيريشن. سيكون لدينا فيديو خاص لهذه الصغيرة، يعني عكس التجربة، إلى ما ذلك سأريكم فيها طريقة أخرى ستكتشفونها، ويمكنكم طبعا الاستفادة من هذه البوكس في عدة أمور أخرى غير الأندرويد بوكس. هناك فيديو حصري على القناة خاص بهذه الصغيرة. إذا إخوان، إذا هذه هي البوكس كما تشاهدون، طبعا العلب من غير مشاكل، توصلنا بها من غير مشاكل، لم يقع شيء لها في الطريق. إذا لن نطيل الموضوع، كان هذا فقط فتح لهاتين العلبتين من X96 ميني من موقع بإيباي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتشريفنا بزر اللايك، وأيضا تفعيل جرس الإنذار أو جرس التنبيهات لكي تتوصلوا بجديد القناة وأيضا جديد الفيديوهات القادمة إن شاء الله. تحياتي لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة